القاهرة تقدم النيل بيسأل، مسابقة يومية على هواء البرنامج العام، مقدمة من إدارة التوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري. وفيها النيل بيسأل، وزي كل سنة بنتكلم عن حابي النهر العظيم، وبعد كلامنا يجي سؤالنا، واللي يجاوب السؤال يبقى ليه جوائز قيمة، لكن أكبر جايزة هي إننا نحافظ على كل نقطة مية. نهر النيل هو الشريان اللي بينقل الحياة لكل أرض بيمر عليها من المنبع لغاية المصب بمسافة حوالي 6700 كيلو متر. ولولا وجود نهر النيل العظيم، النهر الخالد، ما كانتش حضارة وادي النيل اللي أقامها الفراعنة في مصر اتبنت واستقرت في بلدنا. وزي ما أجدادنا استغلوا مياه نهر النيل في بناء حضارة عظيمة، لازم إحنا كمان نعتبر النهر صديق لنا، عشان هو الماضي والحاضر والمستقبل، وهو بنك الحياة اللي بيمدنا بالمية اللي بيها حننمي بلدنا ونتقدم بيها. وسؤال حلقتنا النهاردة بيقول، كم يبلغ طول نهر النيل من المنبع وحتى المصب؟ وبكرة سؤال جديد، وعشان تشترك في المسابقة ابعت 10 إجابات صحيحة قبل نهاية شهر يوليو على القاهرة مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو الدور الرابع، مسابقة النيل بيسأل. عشان تفوز بجائزة من 5 جوائز قيمة قيمة كل منها 1000 جنيه. مع تحيات مروة خير الله، سامي الشيمي وأيمن فتيحة.